الفورورك هي سلالة ألمانية الأصل تندرج ضمن أفضل السلالات البياضة. توصف بكونها فاكهة السلالات، أنتجت في تسعينات القرن الماضي من طرف العالم أوسكار فورورك الذي أخذت اسمه فيما بعد. الفورورك سلالة دجاج جميل إلى الخجل، جميلة الشكل، ريشها منظم اللون ما بين اللون الأسود والكريمي، لديها نقاف أبيض يسهم في أصالتها. هي ذات أوس كبير، تحب المساحة الكبيرة ويفضل عدم حبسها. حاضنة جيدة للبيض، يصل وزن الذكر في دجاج الفورورك ما بين كيلوغرامين إلى كيلوغرامين ونصف، أما الأنثى فيصل وزنها إلى 1900 غرام. تضع بيضا ذو قشرة بيضاء يزن حوالي 55 غرام. الدجاجة ذات جسم متوسط واسع وعميق، مستطيل الشكل، رأس متوسطة وليس واسعة جدا. عرفها على شكل مشط أسنان مشكل من 4 أو 5 أسنان. الباربيون مدورة ومتوسطة، عيونها قزحية حمراء تميل إلى الصفرة. متوسطة الطول بالنسبة للرقبة والكتفين، واسعة الصدر، واسع النطاق، مدون جيدا، وعميق الوصول للبطن كبير وكامل، والذيل متوسط الطول، منفتح قليلا على شكل منجل مقوس ومتوسط الارتفاع، والأجنحة قصيرة ضيقة. الريش مستدير وناعم كبير بدون انتفاخ. الأنثى في سلالة الفورورك لا تختلف كثيرا عن الذك، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار للاختلافات المتعلقة بالجنس، وظهرها أفقيا تقريبا. يوجد عدد كبير من دجاج الفورورك، لكن هناك أيضا السلالة القزمية والتي تضع بيضا يزن حوالي 35 غرام. بيض الدجاج القزم منه لونه أبيض إلى حد ما. رجل هذه السلالة زرقاء اللون، مشكلة من 4 أصابع، وكتاكيت الفورورك تنمو وتنضج بسرعة، ويمكن للفورورك الطيران لمسافة مترين، لذلك تأكد من تثبيت سياج مناسب. ذكور الفورورك متسامحة مع بعضها، ويمكن أن يكون لديك أكثر من ذيك داخل المزرعة دون مشاكل الاقتتال. أما بخصوص العلف فهي لا تختلف كثيرا عن ما يأكله الدجاج البياض بصفة عامة. حلقتنا لهذا اليوم انتهت. نتمنى متابعينا الكرام أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة. شكرا على إخلاصكم لقناتنا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.